ضيفتنا الليلة أغانيها تعكس قضايا واقعية وجزء كبير زادة من تجارب حياتها. الموسيقى متاعها متشبهة بأنماط فنية متنوعة من التراث الجزائري الأندلسي حتى الروك وأيضا الفلامينكو وغيرها من الألوان. تميزت هذه الفنانة بحضورها الركحي الرائع والمذهل، أبدعت على أكبر المسارح. هي عازفة أيضا، عازفة جيتار وشاعرة غنائية جزائرية، في رصيدها كم هائل من الأغاني. سعاد ماسي الليلة معنا في سهر الليالي. سعاد مساء النور. أهلا، مساء الخير. شنو أحوالك؟ الحمد لله الحمد لله. سعداء أنك الليلة تكوني معنا، والله لي الشرف. وأحنا أكثر أكيد. أنا نهنيك بالألبوم الأخير على نجاحه، أيضا مجمل الأغاني اللي قدمتها سعاد ماسي، فيها بصمة خاصة. البصمة هذه ممكن نابعة من رخامة الصوت، أيضا من حضورك، من الانتقاء الجيد للأغاني. أنا من أغنية لأغنية مفكر بيني وبين نفسي، يعني هل الفنانة هذه كيف تختار هذه النوعية بالذات من الأغاني؟ والله شكرا. يعني أنا كإنسانة بصفة عامة أهتم بالأشياء اللي بتصير في العالم، أهتم للمواضيع الحساسة، وأريد دائما أن أكون قريبة من الإنسان والإنسانية. فمثلا الحروب اللي صايرة اللي تجري في العالم بتأثر عليا، إذا كان أطفال مساكن يموتوا بالبرد تأثر عليا، مثلا في سوريا الآن. قضايا المرأة، الحقوق الفردية، تعليم البنات، أريد أن أتعلم. أي أريد أن أتعلم. فهذه كل المواضيع تهمني كثير. جميل. غنيتي للحب، غنيتي للفراق، للمرأة، المواضيع الكل، يعني ما شاء الله التنوع هذا ممكن هو اللي خلى هذيك المكانة الكبيرة لسعاد ماسي عند الجمهور. أنا في علاقة محبة، واللي أكثر أيضا من محبة هي علاقة الاحترام. يعني جمهورك ما شاء الله، شنو رأيك الليلة تسمع معايا؟ خلنا نبدو لقاءنا، تسمع معايا مباشرة، اسمع معايا وركز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رابح خلفة معك سعاد ماسي، عندي 20 سنة وأنا معها ولا أقل شوية، جو سيبا. دونك سي اون دام كو جادور، صوت، موسيقى، كلام، والحمد لله يا رب. أنا ما نختيش سعاد ماسي حتى يعني نهار كنت بالله نهار نمشي من الدنيا هذه، باسكو سي اون دام كو جادور فوالا. يعني كاين ناس مطربين ومطربات هضروا معايا بوغ توني افيك او، يعني نشتغل معاهم، قلت لهم ستوديو داكور، مي سينو بو لي غالا نو، انا سعاد ماسي ما نخليهاش، وربي يحفظها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لك. هذا الاستاذ الموسيقي الرائع رابح خلفه، نعم تحياتنا لي. مفاجاه رائعه. شكرا. تستاهل. شوف أنا فعلا أني أحترم جيدا الناس اللي تراعي العشرة، وهذا من الناس اللي سنوات معاك. يعني شوف، هذا فنان عملاق، ركيزة من التراث الجزائري، وفنان بسيط والناس كامل يحبوه، وأنا نحبه بزاف لخطر كيكون على المسرح. شوف، يمد واحد الفرحة لينا احنا كفنانين وللناس اللي يشوفونا، يلعب من قلبه. فليا والله ايش نقول لك، انا ليا شرف اني نشتغل معاه، وان شاء الله ربي يطول في عمره. ان شاء الله يا رب. نزيدك شويه. هذه ليله المفاجات هذه. يلا اسمع معي. مساء الخير استاذ مجيد حداد. مساء الخير سعاد ماسي، اهلا بيكم. بجد انا مبسوط قوي بشغلي مع سعاد ماسي، بجد كان من احلى المشاريع اللي اشتغلتها في حياتي، وبفتخر جدا 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 اني اشتغلت مع سعاد. حقيقي مشروع سعاد ماسي كان من المشاريع الخاصه بالنسبه لي، ومشروع استثنائي، لان انا بحب سعاد جدا، وبحب صوتها، وبحب الحانها. يعني الشغل مع سعاد هو حاله خاصه، ما ينفعش اغاني سعاد اسمعها من حد غيرها، يعني لازم اسمعها بس من سعاد، لان هي حاله على بعضها، حاله فريده من نوعها، يعني حاله ما اتكررتش قبل كده. وانا لما بشتغل في المشروع ده
ببقى سعيد جدا. انا اول ما ابتديت اسمع الاغاني اللي اخترناها علشان نعملها بالاوركسترا، حقيقي كنت سامع كميه خطوط لحنيه كبيره جدا. يعني كنت بسمع ممكن يبقى في جزء بسيط كده، موسيقى بسيطه فيها 4 كوردات بس، كانت بتخرج مني كميه لاينز موسيقيه كتيره جدا. حقيقي المشروع ده من اكتر المشاريع الحقيقي اللي انا اشتغلتها بمزاج تركيز جدا، وعامله صوت معين حتى مخلي العازفين الاوركسترا بيحب المشروع ده جدا. يعني بيفرحوا قوي لما اقول لهم ان احنا عندنا بروجكت مع سعاد. حقيقي فعلا بيبقى بروجكت جميل يعني، وبيبقى وقت حلو قوي، ما بيبقاش في ضغط. لا هو حقيقي بيبقى وقت ظريف ودمه خفيف، لان دايما طول الوقت احنا بنعزف واحنا مبسوطين. واتشرفت جدا يا سعاد بالشغل معاكي، وان شاء الله نكرر ده. احنا عملنا تقريبا up to 3 حفلات، ويعني I'm looking forward يعني to make يعني more concerts مع بعض ان شاء الله. شكرا ليك استاذ مجيد حداد، وشكرا لإذاعة تطاوين. يعطيك الصحة أستاذ جورج. شوف تجربة رائعة جمعتني مع المايسترو جورج كولتا أخوه، معه كمان وكل الفنانين استقبلوني استقبال حار بمصر. مستوى عالي، بساطة، ناس تسمع، ناس ذواقة تفهم في الفن. لما نعمل ريبيتيسيون لهيرسلز، يعني ما نتمسخروش، نداوم 10 نكملوا على 7 تعليم. فاكتشفت يعني اكتشفت طريقة عمل مختلفة مع فنانين بطريقة كلاسيكية، تفتح، ذوق رائع. والأستاذ شوش كولتر يعني غني عن التعريف، وإن شاء الله ربي يقدرنا نعمل حفلات أخرى إن شاء الله مع يا بعض. رب. حلوة النغمة، واللي يزيدها ممكن جمالية أكثر هو هذا الأداء لسعاد ماسي. يعني ألبوم متنوع، ألبوم حلو، أعطيت فيه أيضا بصمة خاصة. أنا هم 6 ألبومات ما شاء الله قدمتيهم، من ألبوم الألبوم فما اختلاف، حسيت ما فماش هكا التكرار، ولا ما فماش شكل، الروح موجودة، الروح الروحية تقريبا ممكن تتكرر، لكن نمط ونوعية الأغاني تختلف، ولهنا تكمن القوة. هكا ولا وش نقول لك ماجد خويا، شكرا. يعني انا اشوف، مش انا ماشي في ان انا ما نعملش كتير البومات، يعني ناخد كتير وقت باش نكتب، باش نلحن، باش نلقى مواضيع تليق بيا اللي اثرت عليا. فهذا الالبوم الاخير فيه كتير اغاني خاصة، تجارب شخصية، اشياء اثرت عليا. الموسيقى، في الموسيقى رجعت شوية الألبوم مسك الليل، كنت حبيته اي كتير أكوستيك، كنت حبيته كتير أكوستيك، واستعملت لأول مرة بطريقة يعني أكثر الكمان اللي نحبها كتير، وراني على المسرح عندي معايا فنان يلعب الكمان، جاب لي دي بيل ميلودي معايا في هذا الألبوم. ممتاز. ونعرف انه آلة الكمان تحبيها برشا، وانت خاصة انك تعزفي، ان عزف يعني على المسرح، هذا بالطبع. ايضا يزيد ممكن هيك جمالية. يعني ما نعرفش، انا ممكن يعطي حماس اكثر، ممكن يعطي تفاعل اكثر. الجيتار هي تقريبا الآلة، هذه رفيقة دربك. يعني أنا من اللي كنت صغيرة نحب آلة الجيتار، نحب آلة الجيتار لأني كبرت ونشأت يعني في وسط عائلي يحبوا الموسيقى. كان عندي خالي يعزف على آلة الجيتار، عندي أخوي حسن وسمير أي فنانين، يعني واحد يلعب على آلة الإيقاع ويغني، والتاني حسن يلعب تقريبا كل الآلات. ف يعني عائلة شجعوني موسيقية بزاف، ما شاء الله. عائلة موسيقية. نعم جميل. انا نتذكر مره هيك ونطلع يعني على بعض الفيديوهات، فما فيديو قديم لكن ما نستحضرش الفنان، غنيتي معاه ديو بالفرنسيه تقريبا مع 10 سنين، اما الاسم غاب علي، اسم هذا الفنان للاسف يعني.
مارك لافوان أي ولا أحسنت إيه أحسنت، مارك هذا هو، لافوان باري أي باري هذه هي تحديدا. هذه الأغنية إيه. يعني إذا نرجع شوية ممكن هيك السنوات، حسيت أن حتى جي شانت ولا بي ناتال ولا كأنك حبيت ترجع شوية حبيت نرجع يعني حبيت نرجع بالفرنسية، خاصة الفرنسية بالفرنسية. الفرنسية. أنا شوف الأغنيتين هذه جو شونت، أنا تلاقيت مع مجيد شرفي اللي هو كان في فرقة زبدة، يكتب عنده مستوى كبير يعني باللغة الفرنسية، يكتب لي هذه جو شونت غنيتها. أما بي ناتال أنا سمعتها صدفة يعني، كنت مع مهندس الصوت ديالي في الطائرة وقال لي يعني نشتغل مع فنانة كبيرة، فسمعني الأغنية والله جتني الدمعة كي سمعتها، فكرت في حالي وتفكرت في الناس كامل اللي عايشين في الغربة، رانا ما بين وبين، فحبيت أن أغني هذه الأغنية هذاك علاش كان فيها صدق كبير في الأداء، في لأنك الأداء. أي 100% أي إنسان يسمعها يحس مباشرة، لأن الفنان راهو وقت اللي يكون صادق في الأداء الجمهور يحس بيه. صح. جميل، نسمعوها جي شانت، نسمع شوية من عندك اللي شنو رأيك؟ نسمعوا لايف شوية من عندك دندنة، ومن بعد نسمعوها من عندنا بما أنها موجودة الأغنية. شوف الكلمات مش حفظتها يعني، انا سجلتها أي وكتبتها جي شانت جي شانت جي شانت لير لو بلو جولي جي شانت جي شانت لير كي سابيل ميلانكولي، مش لا ميلودي نفسها يعني، لاني مش مرات تتلف لي هكا كي نغني بدون آلة. يا ريتني جيت موسيقي، راني عزفت لك الليل. معليش معليش. الله يسلم هالصوت. أغنية جي شانت تخلينا الليلة نحلمه معاك يا سعاد، الليلة تخلي الإنسان يسرح هكا بفكره حلوة. والله حتشوف انا حتى انا اللي غنيتها راحت البعيد شوف. شوف كيفاش. سعاد، هل انه لازم الفنانة حتى تنجح وحتى تكون عندها مكانة كبيرة وعندها الشهرة الكبيرة، لازم انها تكون بهل التواضع هذا الكبير، ايضا ان لازمها انها تسكن تحافظ، ممكن اذا كانت هي في حي شعبي انها تحافظ على المسكنة متاعها، تسكن في ما ثماش هذاك التطور وهذاك الثراء اللي يبان على الفنانة، لازم تحافظ على الحالة متاعها. وش نقول لك الأخ مجيد، أنا شوف الناس يعرفوني زي بحي شعبي معروف اللي هو باب الواد بولوغين، كبرت مع عيلتي وناسي، يعني عارفة منين جيت، تربيت بأشياء مهمة يعني الثراء، يعني أنا من عائلة بسيطة جدا، لكن الثراء الحقيقي اللي كان عندي اللي ما زال عندي هو مبادئ، ما عنديش حاجة واحدة أخرى. ف مش عارفة حاجة واعرة إني نحكي على نفسي، بس يعني أنا بكل بساطة يعني الحمد لله فنانة تعشق البساطة. يعني مش عارفة يعني صعب عليا كتير نهضر على نفسي، بس نحب نكون كما يعني في الحياة اليومية سعاد تحب تكون كما هي تحديدا، كما أنا. صح بدون ريتوش. بدون رتوش كما تحب. اي اما ما شاء الله، يعني جبتي ما شاء الله البلدان، جولتي، سافرتي، عملتي حفلات، ايضا حاليا تقريبا مع شركة كبيرة ايضا في فرنسا هيك ولا لا؟ صح، مع اي بليف اي الشركة هذه هي شركة شركة اسمها بليف. عالمية يعني. هذايا ممكن يزيدك إصرارا، حسيتك عندك هدف معين بعد سلسلة النجاحات هذوما الكل، بعد الست ألبومات اللي قدمتيهم، الهدف وين تحب توصل سعاد ماسي؟ أهم شيء عندي أخي هو أنه شوفنا لما نكون على المسرح ونشوف الناس فرحانين،
نشوف بلي قدرت نجمع بين ناس مختلفين خصوصا في أوروبا، فأنا نفتخر بهذا الشيء، لأن يعني الفنان عنده رسالة، عنده رسالة، أنا عندي رسالة، نحب رسالة سلام، نحب نفرح الناس، نحب نبني جسور ما بين الثقافات المختلفة، هذا أهم شيء ليا. جميل، ورهانك الوحيد هو هذا الجمهور الكبير اللي تبع فيك هكا؟ ريان يعني أنا الجمهور لو يتبع فيا إنه دايما إن شاء الله نكون عند حسن ظنه، إنه نأدي له عمل فني يكون في المستوى، لأن نحترمهم، الناس اللي يجوا يشوفوني في الحفلات الناس يحترموني كتير، فأنا يعني مسؤولية كبيرة، فأنا محترمهم، مادام عندي أشياء حبيت نكتب عليها فراني نغني، بلاك يجي نهار وين ما يكونش عندي قصص ولا نحكيها نحبس، بصح المهم أه. اني نروح نغني على المسرح يعني فرحانة، ونكون دايما عندي حيوية انه نتلاقى مع الجمهور تاعي. الحمد لله، إن شاء الله ربي يديم هالحيوية والنشاط وهذا الله يسلمك. العطاء، يعني هذا العطاء المستمر اللي أنا نشوفه يعني في سعاد. مؤخرا أيضا تقريبا في الصيف كنت بحضنا في تونس. يا ولا غير فرحت لأن كانت عندي مدة ما جيش عندكم في تونس، أي إن شاء الله حيكونوا حفلات هذا الصيف إن شاء الله للجمهور تاعي في تونس، نحبه بزاف، عايش. حفلت معايا الأغاني نفس الشيء، يعني جمهور دواق يحب الكلمات ويحب الميلودي شابين، فإن شاء الله قريب نتلاقاو في الصيف إن شاء إن الله. شاء الله بإذن الله. شنو تحضر الفترة هذه ولا ما زلت تستمتع بنجاح الألبوم؟ مازالني بس الألبوم ما عندوش كتير من اللي خرج، يعني مازالني نستمتع بالأغاني الجديدة، بس حراني نفكر في الألبوم الجاي، مازال ما كتبتش، لكن في راسي اني نخمم على بعض المواضيع ممكن، لكن مازال ما درتش القاعدة، مثل بناء عمارة لازم نبدأ شوي بالقاعدة شوي وبعد نبدأ لك بالباز وبعدها يستمر البناء. لكن أنت من الفنانات القليلات يعني تو حاليا على مستوى الوطن العربي سعاد أنك تراهن على ألبوم كامل، تو اللي تعودنا عليه أن الفنانة تهبط سنجل، هذا اللي تعودنا عليه. الموجة الأخيرة يعني في السنوات الأخيرة دائما نشوفه سينجل، لكن ألبوم كامل تراهن عليه لهنا، ما تخافش أنك تظلمي أغنية على أغنية أخرى؟ والله هذا الموضوع أنا اكتشفته في المشرق وفي أي المغرب العربي، لكن احنا في أوروبا ما كاش هذه تخرج سينجل، يعني تخرج ألبوم. شوف لما يكون عندك مواضيع مختلفة وأغاني مختلفة وموسيقى مختلفة، عندك مشروع تعطيله اسم، هذا أهم شيء، لكن هذا باش تخرج سينجل وتخاف إنه أغنية تكون طالعة على الأخرى، احنا ما عنديش هاد العقلية، يعني ما عندناش هاد العقلية احنا في أوروبا، معناها توا نستنوا ألبوم سنجل ننسوه هكا يا يعني هكا. ما نشتغلوش بهذه الطريقة، ممكن مش عارفة يعني، بس لكن هذا الموضوع أنا اكتشفته خصوصا في الأيام الأخيرة في المشرق. واضح. الفيديو كليب أيضا يستهويك إن شاء الله. الألبوم صورتوش منه أغنية ألبوم كامل؟ ما صورناش مازال مازال ده، خليني نسمعك شوية. مازال يعني، والله نشتغل مع شركات أسطوانات هنا في أوروبا بيشتغلوا بطريقة مختلفة كتير. سعاد ماسي، أنا سمعت إنه تقريبا باش تعمل لكتير متاع البوزي في تونس في أفريل مع محمد قسيم، صحيح ولا لا؟ صح صحيح، عندنا مشروع عملنا عمل قسيمي قراءة للكاتب الكبير كاتب ياسين، وأنا شاركته قريت شعر معاه وعزفت على آلة الجيتار. ممتاز، كان تشوف شكون اللي عطاني الخبر يعني لا لا صح، خبر صحيح، وعندك اي خبر صحيح. يعطي الصحة سمير صديقي سمير، شكرا لي.
طبعا تحياتي ليه، وشكرا ايضا على هذا التواصل الرائع، لان هو اللي خلانا نتواصل معك وانك تكوني الليله معنا، فشكرا شكرا لسمير، شكرا ليه. شكرا اداره الاعمال مهمه جدا سعاد، يعني هي اللي تعطي ممكن الصوره الحقيقيه للفنانه. بالنسبه لك انت واداره الاعمال، انت ما شاء الله تقريبا عندك زوز ادارات اعمال هيك ولا لا؟ هي شوف حاجة صعبة إنه الفنان لازم له مساعدة، خصوصا لما مثلا أنا عندي أطفال ما نقدرش نكون، يعني أنا محتاجة إنه تكون عندي حياة عائلية ونهتم بعيلتي وأطفالي وتكون عندي حياة يعني عادية، وشيء صعب شوية مرات باش نلقاو توازن مع الحياة العملية، لأنه بنسافر كتير. أنا في السنين الأخيرة يعني راجعت عدد الحفلات، يعني ما اشتغلش بنفس طريقة، يعني نعمل حفلات أقل من الأول. نعم. إدارة أعمال عندي يعني بشتغل مع ناس يساعدوني بطبيعة الحال، مش لوحدي، ونحاول نرضي الجميع. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله. هذا مهم جدا. أنا نشوف للساعة ما شاء الله توقيت الآن، فالوقت لأول مرة نحس أن الوقت كي زي الفلاش يعني مباشرة. شفت؟ اي صح، سعاد أنت رائعة بفنك، رائعة شكرا. بحضورك، بحديثك، بكتاباتك أيضا، فيا ربي إن شاء الله يديم هالإبداع هذايا. إن شاء الله نستقبلك في تونس قريبا بإذن الله. أنا باش نخلي لك الكلمة لك أنت، لأني من خلالك حبيت نحيي الكرو كامل، الفريق اللي يتعامل معاك واللي خدمتي معاهم، واللي هما زادة واقفين وقفة حزم يعني معاك، ووقفة كبيرة حتى يوصلنا هذا الصوت ويوصل أيضا على مستوى الوطن العربي والعالم. أنت فنانة عالمية ما شاء الله، حققتي نجاحات كبيرة، فشكرا للجميع اللي ساهم يعني حتى ولو بجزء بسيط في نجاح الفنانة سعاد ماسي. الكلمة لك انت، المستمعي إذاعة تطاوين، الإذاعة تطاوين الليلة. لا شكرا، أنا حابة نشكر أولا إذا تسمح لي الناس اللي مساعدوني، الفنانين اللي معايا، التقنيين، سمير اللي ساعدني كتير. نشكرك أنت على الحصة الجميلة هذه، كامل الطاقم التقني لو يشتغل معاك، ونحيي الجمهور، الناس المستمعين اللي يسمعوا معانا هذه الحفلة، نحييهم وإن شاء الله نتلاقى من جديد مع الجمهور تاعي في تونس اللي توحشتهم كما تقولوا برشا برشا. وشكرا على هذه السهرة، كما قلت يعني جاز الوقت بسرعة، ما عرفتش كيفاش جاز الوقت، لأنه حلو الكلام معاكم، يعيشك. وإن شاء الله نتمنى لكم كل خير، وإن شاء الله النجاح تاني للإذاعة تاعكم. شكرا، نورتيني الليلة، يعطيك الصحة الله يا سعاد، يسلمك، شكرا ليك، إن شاء الله الله مزيد من يسلمك، النجاح، مزيد من التألق، ومزيد من الإشعاع. الفنانة الجزائرية، الفنانة العالمية سعاد ماسي، شكرا ليك. الله يسلمك.